الصلاة 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 في وقتها، والإخوان الرجال الزر في المسجد، وما أمكنكم كل صلوات في المسجد في الجماعة، فإن لم تكن يكون مسجد نحدث مسجدا، ندير مسجد كلية ولا في إدارة ولا في، ندير مسجد ولو كان متواضع، ولو كان يصلوا فيه 10 ديال الناس. صلى مع الجماعة شيء مهم جدا، أو بعض الأئمة يقولون لا تجوز الصلاة إلا على الرجال إلا جماعة. الحنابلة يقولون بأنه فرض،